عنه إني شاعر من الأعراب، عندي قصيدة. قال له: تعرف الشعر؟ قال: نعم أعرفها، إن كانت من تأليفي أخذت على وزن ما كتبت عليها ذهبا، وإن كانت مقولة لا أنسى عنها شيئا. قال: خلاص تفضل. وراح قاعد متكئ وبدأ يركز. المهم فالأصمعي اعتدى، قال له: صوت صفير البلبلي أي يا شغلب الذنب، الماء والدهر مع دهر لحظ المخلي. يا خليفة راح معلول كده وقال لك: بس زبون، هات الزبون ده، واحد كمان جديد القصيدة سهلة والموضوع ماشي. فراح طالع له الأصمعي يعمله زي: وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم فكم تيمني غذيل عقلقلي، قد طفته من وزنة من لدن ورد الخجلي. فقال: لا 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 لا، وقد غدا مهرولي. الراجل راح قال لك: يا نهار أبيض، لا 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 لا، يعني أربعة ولا خمسة. راح داخل له على اللي بعدها قال له: والخوض مالت ضربا من فعل هذا الرجل، فوالولد ووالولد ولي ولي يا ويلي. فقلت: لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. فقالت له: حين كذا انهض وجد المقلي، وفتية سقونني قهوة كالعسل، شممتها بأنفي أبكى من القرنفلي، في وسط بستان حلي، في السرح الظهر والسرور لي، والعود دندن لي، والطبل طبطب لي، طبطب طبطب طب لي، والسقف سقسق لي، والرقص قد طاب إلي، شوى شوى وشرهشت على ورق سفرجلي. شوف العمال على ورق سفرجلي. وقرد القمري يصيح ملل بملل، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي بأسلوب القلقللي، والكل كعكع كعكع من خلفي ومن حولي حتى أخبط من خلفي ومن حولي، ولكن هربت ماشيا خوفا من العقنقلي، إلى لقاء أمير ملك معظم مبجلي، يأمر أمام رائك الدمدملي، أجر فيها ماشيا مبغددا لذلي. أنا الأديب الألمعي من حي أرض الوصلي، نظرت قطعة زخرفت يعجز عنها الأكولي، أقول في مطلعها صوت صغير في كل خليفة راح مبرر. طب لي طنطنة لي تللي حاجة خالص. وراح قايل له يعني: طب هات الغلام يا ابني. يا غلام: والله يا أمير المؤمنين لم أسمع بها قط. هات الجريء: والله يا امير المؤمنين لم اسمع بها قط. خلاص بقى امرنا لله، نديله شويه ذهب وخلاص. ها يا عم كتبتها على ايه؟ قال انه ورثت عمود رخام من ابي لا يقدر على حمله الا 4 جنود. وراح جايب الرخامه وخد كل الذهب اللي في خزنه. ده كان الاصمعي.